هو طبعا أهمية المسابقة دي بدأت منذ الفكرة من أموال الغد منذ سنوات عديدة. الهدف الرئيسي كان البورد اللي بيحط الكرايتيريا علشان اختيار الشركات من حيث النمو، من حيث الماركت كاب، من حيث الرأسمال السوقي بتاع الشركات في السوق، من حيث أداء الشركات، مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، أرباح الشركات المحققة، نمو الأرباح. في عدة عناصر بتقوم اللجنة المشكلة من خبراء باختيار الشركات بناء عليها. من أكتر الحاجات اللي بسطتني النهاردة الحقيقة أن هم زودوا الشركات الناشئة، والحقيقة احنا شفنا نماذج ممتازة وحجم التمويلات بتاعتهم كبيرة جدا. شركات جالها حجم تمويل 3 مليون دولار و 3.5 مليون دولار، والحقيقة حاجة نفتخر بها كلنا كمصريين. وضع اكسبوجر على مثل هذه الشركات الناشئة أكيد بيدي دعم معنوي جامد جدا. نفس الحكاية بالنسبة للوومن امباورمنت واختيار أفضل 50 سيدة في قطاع الأعمال. الحقيقة كلها نماذج مشرفة وكلها مناصب كبيرة اللي تم تكريمهم النهاردة. سعيدة أن المجلس السنة دي حصل على هذه الجائزة. احنا في عصر ذهبي للمرأة المصرية. المجلس قام بمجهود كبير في الفترات اللي فاتت، في الفترة الثمان سنوات اللي فاتت، بقيادة وأعضاء ومتطوعين وشباب. فالمجهود مجهود كبير، وشاركنا بقوة في العصر الذهبي للمرأة المصرية، يعني عصر عظيمات مصر كما أطلق عليه السيد الرئيس. الحمد لله دي يمكن السنة الخامسة أو السادسة على التوالي اللي أنا باخد فيها بناخد فيها أو شركة تكرم فيها في التوب 100 أو الشركات المية الكبار في الدولة. الشركة الشرقية هي تقريبا أكبر شركة تجارية فعلا، وبنسعد بوجودنا في فعالية زي دي اللي بنعتبرها نوع من أنواع التكريم للأداء اللي احنا بنعمله. الحمد لله احنا من ساعة ما تحولنا من شركة قطاع عام أو أعمال إلى شركة قطاع خاص وبنتحول للعالمية، احنا نقدر نقول انه وجود مؤسسة بتاخد بالها من الشركات اللي بتؤدي ده شيء كويس قوي، ونشكرهم جميعا على هذا. أكيد النهاردة سعيد جدا جدا بالتكريم. الفكرة رسالة دعم لمقدم المحتوى الاقتصادي، خاصة في التفاصيل والظروف الاقتصادية اللي بتمر بالعالم وبمصر من 2022 تحديدا، يمكن أنا من قبل كده بسنتين كمان. فهي الفكرة كلها اللي احنا بنقدم محتوى اقتصادي مبسط قدر الإمكان للجمهور في كل التفاصيل اللي بتحصل سواء جوه مصر أو بره مصر. فالرسالة النهاردة هي دعم للمحتوى الاقتصادي اللي بيتم تقديمه في مصر، وتم تكريمي وتكريم عدد تاني من الزملاء.